سيد علي، سيد علي ذكرتني، سيد علي ذكرتني بموضوع هسه مسلسل تبث على واحدة من القنوات الفضائية، يعني فظيعة هذا المسلسل، فظيعة حقيقة. الشيخ يمكن يعرف هذا الموضوع، دكتور ما أدري يمكن إذا سامع بيها، ما أريد أجيب اسمها، لكن شنو جيران 24 ساعة قاعد ببيت جيرانهم، والله أنه يريد بيتهم، شنو واحد كذا ما أعرف شنو، شنو بنية خطبوها اجت قعدت عندهم، ولا عندنا بالمجتمع العراقي بنية ذات تنخطب تعوف أهلها وتجي تقعد بيت خطيبها، صاير احنا عندنا بالمجتمع العراقي هالشكل؟ لو الأب يقول لابنها اليوم مكثر شروب، اكو هيك منطق؟ يعني احنا عندنا عوائلنا الشعب العراقي المحافظ، مو احنا دا نحارب المحتوى الهابط؟ لا عاد شلون نسمع بهاي المسلسلات اللي وصلت عدد حلقاتها فوق المية؟ يعني معقولة؟ خليني اشوف سماحة الشيخ شنو، خليني انتقل للشيخ، راح ارجع لك سيد علي. سماحة الشيخ شنو تعليقك على ما تفضل به؟ انا بصراحة الكلام واقع، الرجل ده يحكي مكاشف، خلينا نقول. استاذ هو اكو عندنا اكو دعوات، تدري اكو ناس متملقين، ماكو اكو ناس راضعين ويبليس. هذا الراضع ويبليس عنده خبرة. هؤلاء الناس، والناس اكو ناس غشمة، الغشيم يعني شلون عندنا اكو مثل يقول يبدشها دبشية البعيسة هيك اللي قدام. رجع لي يعني على الفطرة. هذه بطريقة الإيحاءات، لما يقول لابن أنت مكثف الشرب والابنة زعلانة قاعدة ببيت خطيبها، هاي بطريقة الإيحاء يقول للمجتمع أنتم تصرفوا هكذا، أو أنه أنتم ترى لحد الآن ما واصلين هذا المستوى، ترى غيركم سبقكم بهيك موضوع. هاي طريقة، هاي دعوات طريقة الإيحاء، ولذلك هاي طريقة إفساد للمجتمع. هي مو بس هذه، لا مو هي إذا يطلع لي مسلسل عن تركي وهو عندها أربع جهال بدل خمسة، والآن هم يفكرون يتزوجون، شنو هاي يفكرون يتزوجون؟ إي والله إحنا صحيح بزمان باكو ب 98 مثلا كانت عام كأس العالم، دخل مارادونا وبالساحة، الله يرحم طبعا مارادونا، هسه طبعا هاي راح نقب الدنيا علينا شلون نقول الله يرحم مارادونا وجاب مارادونا هاي يابا طب للساحة، وكان عنده أربع جهال، والله بعدنا احنا ما بشايبين شنو قال هاي زوجته، والآن يقول يفكر يتزوج عشان هاي يفكر يتزوج وعنده أربع جهال. عمي هذا يعني دي يصير، يعني هو شنو دي يصير، يعني شنو يقول لك، يعني شنو يقول لك، يعني هسه نسولف بالإعلام شنو حلال عمي هذا حرام. فيا إخواني الإعلام شيخنا شيخنا جماعة يسمونه وطأ، يسمونه وطأ شوفها هذا ما هسه نحاولها شو اسمه حلقة دينية. اي شيخنا تفضل. هي مو هي اخي الكريم او زين يطلع لي اذا مسلسل تركي وتركيا شو دوله اسلاميه انه شنو هاي شو نفس الحال شو يريد يسوي، يعني هو دي هو دا يريد يقول لك انت على هذا. فاحنا المستويات هذه يعني مع احتراماتنا الاعلام دي يشارك في مستواها يعني في اخراجها. واحنا مثل ما قال يعني سيد علي حقيقه احنا يعني قريش الان جاي تبدا ببلال لانه فقير ما عنده احد، بس والله بس ابو لهب موجود، والله ما حد يقدر له، ابو لهب وين؟ لان عنده جيش. ايه فترى ابو لهب موجود وبلال موجود، فاحنا سموه قصه احنا بدنا ناخذ العبره يعني التشبيه وغيره، فاحنا ناخذ الحلقه الاضعف